الحمد لله الذي خاطب نفوسا خلقها وسواها وبراها وجعل الطمأنينة به جل جلاله سببا لارتقاء هذه النفوس للرجعة إليه، فقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وصلى الله وسلم وبارك على إمام أهل الطمأنينة من أنزل الله تعالى عليه وبه على أمته حقائقها، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك مسلكه إلى يوم الدين وبعد. عنوان المحاضرة: حاجة الأمة إلى الطمأنينة. والبعض يتساءل: هل الحديث اليوم عن الطمأنينة هو حاجة حقيقية للأمة؟ في المحاضرة إن شاء الله عز وجل جواب على هذا السؤال. من الجواب ننتقل إلى ارتباط قلوبنا بمعنى الطمأنينة وكيف نحصلها. العنوان يقول: حاجة الأمة إلى الطمأنينة. ما المقصود بكلمة الأمة؟ أول ما يتبادر إلى الأذهان المقصود من كلمة الأمة هم المسلمون، وهذا الفهم صحيح، لكن المقصود الليلة بهذه الكلمة هو مقصود أوسع. ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى فهما لقوله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للناس كافة بشيرا ونذيرا، أن جميع العالم هم أمة سيدنا محمد. كل العالم منذ بعثة سيدنا محمد ورسالة الله لسيدنا محمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هم أمة سيدنا محمد. ثم قسموا الأمة بعد ذلك إلى أمة الدعوة الذين لم يسلموا، وأمة الإجابة الذين أسلموا. والليلة عندما نتحدث عن الطمأنينة وحاجة الأمة إليها، فالحديث هنا عن المعنيين. إذا قلنا الأمة فالمقصود العالم كله، لكننا نبتدئ بالمسلمين أولا. ثم دعونا في دقائق نتأمل أوضاع العالم اليوم على مستوى الفرد. ما أحوال الأفراد في أكثر أحوالهم اليوم؟ الاضطراب الذي يعيشه الناس، الإنسان الذي يصبح إلى أن يمسي وهو يركض في شان طلب المعيشة وحل المشاكل ودفع الإشكالات التي صارت تتكاثف عليه وتتكاتف عليه ليل نهار. الأسرة اليوم كم تشتكي، والذي يذهب إلى محاكم الأحوال الشخصية في العالم الإسلامي فضلا عن غيره يرى حجم الإشكال الذي تعيشه الأسرة اليوم: حالات الطلاق، الاختلافات الشديدة بين الزوجين، بين الآباء والأبناء، الذي ينظر إلى مستوى القرابة، الرحم، الخصام، القطيعة، النزاعات التي تصل إلى مد اليد وأحيانا السلاح من أجل متاع من الدنيا قليل، تنافسا على إرث أو على مكانة أو على قطعة من الأرض. على مستوى البلد الواحد التغير السريع الذي يعيشه العالم أثر على خصوصية كل بلد، فصار الناس في كل بلد يغلب عليهم معنى القلق. كثر في الشباب أمر لم يكن يعرف وهو الأرق، الاكتئاب. هذه الصورة التي في كثير من الأحيان نحاول الهروب منها، إما بالانغماس في المعاصي والشهوات أو الركض خلف الملاهي التي تلهي الإنسان لا لحل مشاكله ولكن ليهدأ قليلا ويهرب من مشاكله. إن جئنا على مستوى علاقات الشعوب مع بعضها البعض، الدول مع بعضها البعض، كنا في السابق في كل 10 سنوات، في كل 15 سنة
نسمع عن حرب في منطقة تقوم أو عن انقلاب في بلدة يقوم، لكن اليوم على مدار الشهر نسمع حربا جديدة، على مدار الأسبوع نسمع انقلابا جديدا، على مدار اليوم نسمع تفجيرا هنا وهناك. وصل الإنسان إلى مرحلة انتكس فيها مرة أخرى إلى العود إلى أيام الغابة، إلى ما قبل ارتقاء الإنسان في مستواه، بحيث كثر في بلدان العالم حتى المتحضر شعور الإنسان بفقد الأمان في حياته، إما فقد الأمان في مجتمعه الذي يحيط به، هذا يقتل وهذا يسرق وهذا عنده إشكال مع ذات، أو فقد الأمان في داخله في معنى صلحه مع ذاته. هذه مشكلة نعيشها أو لا نعيشها اليوم؟ هل الإحساس بها وارد على قلوبنا أم أننا مغيبون عنها؟ نعم، هي مشكلة تختلف من بيئة إلى بيئة، من نسبة إلى نسبة، لكنها مشكلة موجودة اليوم. أضف إلى ذلك التغير السريع الذي يعيشه العالم في الاقتصاد، الذي يعيشه العالم في السياسة، الذي يعيشه العالم في العلاقات فيما بين الناس، التغير السريع في المرحلة التي سموها لنا بالعولمة أو تحول العالم إلى قرية واحدة. هذا التحول السريع جعل القلق يسود كل شيء. في السابق التاجر يقلق، لكن يقلق ممكن شهر شهرين في السنة في انتظار القافلة التي ستأتي لا يأتيها قطاع الطريق، أو خوف أن يغرق المركب الذي يحمل بضاعته. مرة مرتين في السنة القلق قد يشتد عليه، لكن التاجر اليوم يعيش القلق على مدى 24 ساعة التي يعيشها. البورصة صعدت، الأسهم سقطت، الشركات، القوانين الجديدة، المتابعات المالية، المعاملات البنكية، مستوى القلق في الصلات الاقتصادية اليوم بين العالم يتضاعف، مستوى الغنى في العالم يكبر، ومستوى الفقر في العالم أيضا يشتد، والمرحلة الوسط بين الغنى الفاحش وبين الفقر المدقع اليوم تضيق. الطبقة المتوسطة اليوم تنصهر، ليسير العالم نحو مرحلة فيه أناس عندهم الغنى الفاحش الشديد وأناس عندهم الفقر المدقع. كان أحد الشباب، ولعلي ذكرتها في محاضرة من المحاضرات، أهدى بمناسبة رمضان لي قنينة من الماء مكتوب فيها: تذكر أن هذا الماء الذي تشربه يموت في كل ساعة 150 طفلا في العالم بسبب فقد الماء. في كل ساعة، يعني في 24 ساعة يموت حوالي 5000 طفل في العالم فقط لحاجتهم إلى الماء. في السنة الواحدة كم من الآلاف الذين يموتون في المجاعات يقابلها كم من آلاف الأطنان من القمح ترمى في البحر، لأن الشركات لا تريد سعر القمح أن ينزل لحفظ التوازن الاقتصادي. هذه الربكة التي يعيشها العالم اليوم أورثت الناس وحشة في قلوبهم في صدورهم. بدأ الإنسان يعيش حياة يشعر فيها أنه يفتقد معنى الطمأنينة، يفتقد إلى ساعة يسكن فيها، حتى صارت ساعة السكون والطمأنينة هي الاستثناء، وساعة الجزع والتعب هي الغالبة عند كثير من الناس، أو نوع من الناس تمر عليهم ساعات لا يشعرون إلا بالراحة والطمأنينة، صورة طمأنينة كاذبة. لما؟ لأنهم يهربون من حياتهم ومن واقعهم. إما شباب ليس لهم هدف في حياتهم، عنده سعة من المال لكن لا يوجد أمامه شيء يعني يشغله، ففي الصباح ربما ينام وفي المساء يلعب مع أصحابه أو يتمشى أو يفعل ما يفعل. هذا يمر عليه العام الثاني الثالث الرابع، كم؟ 5 أعوام، 6 أعوام، 7 أعوام بالكثير، وتبدأ المشكلة تتفجر في داخله: المخدرات، محاولات الانتحار، الاكتئاب، مشاكل حوادث السيارات التي تحصل بسبب طيش كثير من الشباب الذين هنا يفتقدون الطمأنينة بسبب عدم وجود استشعار في قلوبهم أو وعي في عقولهم لمهمتهم في الحياة. هل استطعنا أن نصل بهذا العرض السريع إلى إحساس بحاجة العالم إلى الطمأنينة؟ أن بالفعل اليوم نفتقد الطمأنينة؟ لولا خوف الإطالة لسردت لكم بلغة الأرقام نسبة الانتحار، نسبة الاغتصاب في الدول المتقدمة. صدر تقرير أظن أنه في عام 94 إذا لم أكن مخطئا ميلاديا في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التقرير نشأ عن منظمة من المنظمات الإنسانية. يقول التقرير أنه في كل 3 ثواني امرأة تغتصب في أمريكا. في كل كم؟ 3 ثواني. فردت الحكومة المعنية بذلك أو الجهاز المعني بذلك أو الجهة المعنية بذلك في الحكومة الأمريكية، قالت لا، هذا التقرير فيه شيء من القسوة والمبالغة،
الرقم الدقيق في كل 6 ثواني وليس في كل 3 ثواني. توجد امرأة تغتصب. هذا الغليان الذي يشعر به ولا يشعر به اليوم في العالم له صلة بحاجة العالم اليوم إلى الطمأنينة. المقدمة الثانية نريد أن نفهم ما هي الطمأنينة، أو المقدمة الثالثة ما هي الطمأنينة التي نتكلم عنها. هل هي الطمأنينة قدرة الإنسان على أن ينام؟ هل هي الطمأنينة خلاص ارتاح؟ الكلام عن الطمأنينة عند العرب قبل أن يأتي التشريع السماوي، العرب يتكلمون عن الطمأنينة. قال العرب في تعريف الطمأنينة في اللغة: اطمأن القلب أي سكن. فمعنى من معاني الطمأنينة السكون، أي سكن ولم يقلق. فالطمأنينة ضد القلق. واطمأن بالموضع الذي أقام به واتخذه وطنا، ومن هنا جاء لفظ الوطن متصل بالطمأنينة، اطمأن فتوطن فصار المكان له وطنا. صار المعنى الثاني بعد انتزاع القلق والسكون الاستقرار. والمعنى الثالث يرتبط بتصريف نفس الكلمة، وهو حصول التواضع أو الانحناء أو الانكسار. تقول العرب في ذلك: وموضع مطمئن. يقول الأرض هذه أرض مطمئنة. ما معنى مطمئنة؟ منخفضة. الأرض المنخفضة تسميها العرب مطمئنة. وطامن الرجل أو طأمن الرجل ظهره، أي حناه وخفضه. هذا في المصباح المنير نقلته لكم. فصارت عندنا 4 معاني للطمأنينة لها ارتباط بالمقصود: السكون، الاستقرار، الانخفاض، الانحناء. هذه 4 معاني لكلمة طمأنينة. لماذا نأتي بالكلام اللغوي؟ لسنا في محاضرة جامعة وأكاديمية، لا. الكلام هنا عن اللغة لنرتقي من خلال اللغة إلى المقصود الشرعي الذي جاءنا. هذه 4 المفردات المتصلة بكلمة طمأنينة ستجدون تسلسلها يوصل بعضه إلى البعض: الانخفاض والانحناء، الاستقرار والسكون. أصحاب الطمأنينة وصفهم الله سبحانه وتعالى بوصفين. الوصف الأول أنهم أصحاب إيمان وذكر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فوصف الله عز وجل السبب في حصول الطمأنينة بوصفين: الإيمان والذكر. وإذا تأملنا ما هو الإيمان وما هو الذكر سترونه يرتبط بالمعاني التي لها علاقة باللغة. المعنى الأول الانخفاض، أن تؤمن برب. ما معنى هذا الإيمان؟ ما معنى كلمة مسلم؟ البعض يتضايق من تعريف الإسلام الاستسلام والانقياد لله، يقول هؤلاء حولوا الناس إلى ضعفاء، استسلام استسلام إلى أن طاحت الأمة. نقول ما طاحت الأمة إلا لما تركت الاستسلام، لكن الكلام هنا عن الاستسلام لمن؟ لله. عرف الإسلام بأنه الاستسلام لله، الاستسلام والانقياد لله بالطاعة. الإيمان رسوخ هذا المعنى في القلب، أن العلم الجازم في القلب بأن هناك رب، أنا وأنت عبيد له. ومعنى عبيد معنى انكسار، نحن انخفاض للرب. فعلى قدر تحقق الإنسان بمعنى العبودية لله والانكسار لله يتهيأ للطمأنينة. وكل من لم يرتبط بحقيقة صلة قلبه بالله عز وجل فلا يعرف حقيقة الطمأنينة. يمكن يعرف وهم الطمأنينة، مرتاح ساكن البال ما عنده مشاكل في وجهة نظره، يعني يتناسى المشاكل، يقولون باللهجة العامية طنش، يعني امشي ما يلتفت. هذا لا توجد عنده طمأنينة. أول مشكلة تواجهه يذهب كل ما عنده من راحة. لكن صاحب حقيقة الطمأنينة تأتي المشكلة الأولى الثانية الرابعة العاشرة فتنتهي المشاكل، وقد ازداد هو طمأنينة وراحة بعد المشاكل. سيأتي هذا في ذكر الأمثلة إن شاء الله عز وجل. هذا الوصف الأول لحصول الطمأنينة. الوصف الثاني الذي في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى يبرز لنا ثمرة الطمأنينة: يا أيتها النفس المطمئنة. ما ثمرة طمأنينتك؟ ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الرضا
من الله والرضا من العبد. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أن يرضى الله عنك وتعيش أنت حالة الرضا عن الله. يأتي مسلم يسأل يقول أن يرضى الله عني، نعم ربي أنا محتاج إلى رضا، لكن ما معنى أني أرضى أنا عن ربي؟ يعني هل الله محتاج إلى رضاي عنه؟ قطعا لا يحتاج، لكن أنا وأنت وأنت في حاجة إلى أن يرضى الله تعالى عنا، في حاجة إلى أن نعيش معنا أن نرضى بالله عز وجل فنرضى عن الله. أنت رضيت بالله ربا؟ رضيت بالله ربا؟ إن صح هذا الرضا فمعنى هذا أن كل ما يصدر عن الرب ها مرضي، رضيت به ربا، فكل ما يقدره لي الرب عز وجل أنا راض عنه. تتفاوت مراتب الناس في ذلك، مراتب الناس في ذلك. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. دخول الجنة في الآخرة، رزقنا الله وإياكم الفردوس الأعلى منها. هناك معنى آخر لدخول الجنة في الدنيا، معنى الآخر لدخول الجنة ارتبط بحصول الطمأنينة، لما قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ها بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من الحديث، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر في المساجد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حلق الذكر جنة، والله عز وجل خاطب النفس المطمئنة وقال لها ماذا؟ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ادخلي معنى الإيمان بي وارتقي فيه، وادخلي جنتي في الدنيا بالذكر وفي الآخرة بجنة الفردوس، جعلنا الله وإياكم من أهلها. الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل تكلم عن معنى الطمأنينة في تفسيره، قال النفس المطمئنة هي النفس الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق. ثلاث صفات. ما هي النفس المطمئنة؟ هي النفس الساكنة، ما هي منزعجة، الثابتة غير متزعزعة، الدائرة مع الحق. مهما تغيرت الأوضاع، تغيرت الظروف، تغير الزمان، تغيرت الأحوال، هي تبحث أين الحق مع كل تغير. الآن الحق هنا، أذهب معه. حصل تغير، أين ذهب الحق؟ الحق في هناك، أذهب إلى الحق. الدائرة مع الحق حيث دار. ثم ذكر الإمام الفخر الرازي في تفسيره ثلاث مراتب للطمأنينة وثلاث مظاهر للطمأنينة. الأول قال معنى الطمأنينة اليقين بالحق الذي لا يخالجه شك ولا ريب، بمعنى أن الذي لا يعيش اليقين بالله عز وجل يصعب أن يذوق الطمأنينة، وبقدر الارتقاء في اليقين يرتقي الإنسان في الطمأنينة. المعنى الثاني قال الإحساس بالأمان. ما هي الطمأنينة؟ قال الإحساس بالأمان الذي لا يستفزه خوف ولا حزن. ما معنى هذا؟ أن صاحب الطمأنينة ما يخاف؟ ما يحزن؟ يخاف ويحزن، لكن الحزن والخوف لا يستفز نفس الإنسان. تريدون أن تروا صورة لذلك؟ معنى لهذا الثبات الذي لا يتغير بتغير الأحوال، الذي لا تستفزه المخاوف ولا الأحزان؟ ذكر الإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صفة الصفوة، في ترجمة لإمام من أئمة المسلمين، لعالم من علماء المسلمين اسمه بنان بن محمد الحمال. بنان بن محمد الحمال كان عالما من العلماء، كان في مصر، وحصل بينه وبين حاكم مصر أحمد بن طولون، وكان جبارا في بداية أمره، حصل بينه اختلاف. هذا الاختلاف أوغر بسببه صدر بن طولون، ووشي بالعالم وصورت الصورة على غير وجهها، فأخذه الغضب وخالف العالم وأراد أن يشبر العالم على شيء لا يرتضيه الله عز وجل في فتوى، فأبى العالم. فلما أبى العالم هدده ليخيفه فلم يخف، ورد عليه بالحق وصدع به. فلما صدع بالحق ارتبك بن طولون وأراد أن يجعل هذا العالم عبرة للآخرين، انظروا ماذا سأفعل فيه حتى لا يتكلم عالم آخر. فأمر بأن يجمع الناس بمن فيهم العلماء في مكان مستدير كبير، في ساحة كبيرة، وفي وسط الساحة سور، والسور مرتبط بممر، ونهاية الممر فيه قفص فيه أسد. هذا الأسد جوع ثلاثة أيام، ووضع الإمام بنان ابن محمد الحمال رحمه الله تعالى في وسط هذا السور، وجمع الناس في مكان مثل المدرج هكذا مرتفع ليروا ما الذي سيحصل. وأمر ابن طولون بأن يطلق الأسد على الإمام. الإمام جالس مقيد في وسط المكان،
على حال من الطمأنينة والسكينة سنصل إلى المقصود منها بإذن الله. انطلق الأسد الجائع ليهجم، جائع وراء أمامه لحما إنسانا، فأقبل الأسد بقوة على الإمام بنان، فاشتد الخوف عند العلماء والناس الذين يعرفون خيره وصلاحه، وتأثرت الناس واشتدت، واقترب واقترب حتى وصل الأسد في وثبته إلى الإمام. فلما واجه وجه الإمام توقف الأسد ونظر إلى وجه الإمام، فسكن الأسد وتراجع قليلا، وطأطأ الأسد على قدم الإمام بنان بن محمد الحمال، وأخذ يلعق قدم الإمام، يشم القدم ويلعقها، ثم التفت واستدار ووقف وقفة الأسد هكذا أمام الجمهور وأمام أحمد بن طولون، وأعطى ظهره للإمام كالحارس للإمام. هذه خارقة للعادة، كرامة أجراها الله على يد الإمام، ليست هي الشاهدة، هي شيء عظيم، لكن يسمعوا الشاهد سيأتي الآن، المقصود الآن سيأتي. لما بدأ الأسد يلعق قدم الإمام بدأ الاصفرار يظهر في وجه الإمام، فالعلماء الذين كانوا في الصفوف الأولى يرون ما يحصل لاحظوا أن اصفرارا وعرقا برز على جبهة الإمام ووجهه. طبعا أسد سيهجم عليه يعني ويلعق رجله. فلما انتهى الموقف طبعا كانت كرامة كبيرة للإمام، وبن طولون يعني اعتذر إلى الإمام واستغفر وأطلق سراحه وكرمه كما روي. جاء العلماء بعد ذلك يزورون الإمام بنان بن محمد الحمال، فقال له أحد الذين لاحظوا، قالوا لاحظنا أن الأسد لما اقترب منك وبدأ يلعق قدمك ظهر على وجهك اصفرار وعرق، ما الذي كان ينازل قلبك في تلك اللحظة؟ نحن بشر نخاف، ما الشيء الذي شعرت به؟ قال سبحان الله، أخذت أتفكر أو حاول أن أسترجع ما أحفظه من كلام الفقهاء، هل لعاب الأسد نجس أم طاهر؟ لأنه لو قدر الله علي أن يفترسني الأسد أود أن يفترسني وأنا على طهارة، أنا تطهرت استعدادا للقاء الله سبحانه وتعالى، فكنت أفكر الآن الأسد نجس رجلي أو لم ينجس رجلي، هذا الذي جعلني أقلق ويصفر وجهي، هل سألقى الله وأنا على نجاسة أو على طهارة؟ هل وصل المعنى؟ إذا تكلمنا عن الطمأنينة فنحن لا نتكلم عن خيال يغيب عقل الناس فيه، ولا نتكلم عن تنويم لمشاعر الناس، نحن نتكلم عن قوة كانت الأمة تعيشها وترتقي فيها، ومنيت الأمة وابتليت اليوم بضعف في هذه القوة في داخل الأمة. نحن نريد أن نركز في المرحلة المقبلة علينا الحساسة المباركة إن شاء الله على هذه الأمة، نريد أن نمعن النظر في أسباب استعادة الأمة لقوتها الداخلية في داخلها. هذه القوة التي عاشها هذا الإمام من الطمأنينة والرضا وامتلاء القلب بالثقة بالله عز وجل أثرت في الأسد، ولو أكله الأسد لما كان نقصا في حق الإمام شهيد، لكن القضية هنا أن نور الطمأنينة الذي في قلب هذا الرجل الذي لم يستفزه لا الخوف ولا الحزن فيخرجه عن سكينته وطمأنينته نفذ إلى الأسد وإلى نفس الأسد فحصل ما حصل. الله. المعنى الثالث الذي ذكره الإمام الفخر الرازي الأنس بذكر الله. اسمع الكلام ها، الأنس بذكر الله، أن يعيش أحدنا ليس فقط المواظبة على الذكر ولا مجرد تأمل معاني الذكر وليس فقط مجاهدة النفس على الذكر، هذا كله يثمر شيئا، الثمرة هي أن يذوق القلب لذة الذكر، وإذا ذاق القلب لذة الذكر أنس القلب وأنست الروح إلى المذكور سبحانه عز وجل، وإذا أنست إلى المذكور سبحانه لم يغب عن قلب المؤمن أن الله معه. سمعت؟ لم يغب عن قلبه أن الله معه، الذي يعيش أنس الذكر يعيش معية المذكور سبحانه، وهي درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الذي يعيش معية الله عز وجل أنسا بذكر الله سبحانه مهما جاءت الظروف
يرتبك الناس الذين حواليه وتضطرب الأمور وهو يشهد ماذا؟ الله معي، الله معي. نعم هذه مشكلة سأسعى إلى حلها، هذه معضلة، هذا شيء يحزن، هذا شيء يخيف، أنا بشر سأخاف، لكن سأتذكر الله معي. وما دام الله سبحانه وتعالى معي فكل مشكلة لها حل، وكل مصيبة بسيطة بسيط أمرها. لما خرج سيدنا موسى عليه السلام ببني إسرائيل فارا بهم بإذن الله تعالى من فرعون، ووصلوا وخرج فرعون والجيش في طلبهم ووصلوا إلى البحر، فقال من كانوا مع سيدنا موسى ممن تزعزعهم، ها يزعزعهم الخوف ويزعزعهم ويزعجهم الحزن، قالوا إنا ها مدركون. خلاص فرعون بحر في حل بالعقل، ما في حل. ماذا قال سيدنا موسى؟ كلا كلا. إيش كلا؟ عقلي يقول بحر أمامي وعدو خلفي، يعني انتهت المسألة. هذا منظور ماذا؟ منظور العقل، البصر والسمع والتفكير والخبرة التراكمية في الحياة ومعرفة الأسباب. قال انتهت المسألة، البحر أمامنا والعدو خلفنا، خلاص إنا لمدركون. ماذا قال سيدنا موسى؟ كلا. طب من أين جئت بكلا؟ إن معي ربي سيهدين، هو أمرني سبحانه وتعالى وأنا متيقن، عندي ثقة بربي. هذا سر الطمأنينة، أنس الذكر يقين القلب، اطمئنان القلب بإحساس بالأمان. لما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو في الغار ووقف من كان يطارده من كفار قريش على فتحة الغار، سيدنا أبو بكر الصديق بمستوى البصر، أحد منكم ذهب إلى الغار الذي اختبأ فيه رسول الله؟ لو ذهب أحد منكم وزاره في جبل معروف، جبل النور في مكة، غير غار حراء، هذا آخر، لو ذهب أحدكم إلى الغار سيجد أن المكان الذي جلس فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم على مستوى منخفض من 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 مكان يقابله، عندما يقف الأعداء أو يقف أي إنسان يصبح الغار بمستوى الذي يجلس في الغار يرى أقدام الذين يمرون أمامهم. فقال سيدنا أبو بكر الصديق يهمس في أذن رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. الأسباب انتهت، نعم نحن أخذنا بالأسباب، وبدل أن نذهب باتجاه المدينة حاولنا أن نضللهم عن الطريق الذي يدركون به فذهبنا عكس الاتجاه، أخذنا بالأسباب لم نهمل الأسباب، لكن هؤلاء أيضا أخذوا أسباب أقوى في عالم الحس، جاءوا بمن يقص الأثر، يعرف الآثار في الرمل وفي الطريق، واستطاعوا أن يعرفوا أن حدنا عن طريق المدينة إلى هنا ووصلوا إلينا، انتهت الأسباب. الذي لا يعرف سر اليقين، الذي لا يعيش حال اليقين، بمجرد أن تضطرب الأسباب يضطرب. قال نهاية الشهر، مضى من الشهر 20 يوما والمرتب على وشك ينتهي وما عندي مصدر للدخل، يبيت الليل ما ينام، دخل في صفقة، أتقن الأسباب، درسها، أحسنها، أحكمها على أمر الله، على الشريعة المطهرة، على معرفة بالسوق، احتمال الصفقة تنجح احتمال لا تنجح، يبيت الليل لا يأتيه النوم. القلوب المتعلقة بالأسباب لا يمكن أن تعرف الطمأنينة، والقلوب المهملة للأسباب مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، فلا إهمال للأسباب ولا اعتماد على الأسباب. قال لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. هذا الدرس جعل سيدنا أبا بكر يقول للنبي في يوم معركة بدر قبل المعركة، لما وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويبكي حتى سقط الرداء الشال من على كتفيه، وهو يقول يا حي يا قيوم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد على وجه الأرض، جعل سيدنا أبا بكر رضي الله عنه يقول للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لن يخزيك، لن يخلف وعده إياك يا رسول الله. طيب يا أبا بكر أنت الذي تطمن النبي، أستاذك في طمأنينة، قال لا لكني فقهت الدرس الأول الذي كان في الغار، والآن الخوف الذي أراه عند النبي صلى الله عليه وسلم هو الدرس الأرقى، سنة ثانية، الدرجة الأعلى في التلقي. ما هي الدرجة الأعلى؟ أن الخوف الذي يحصل في نفس الإنسان عند حصول الأخطار علاجه ليعيش الإنسان الطمأنينة أن يبث خوفه إلى الله. من لا يخاف لا يطمئن، اسمعوا هذه الكلمة وانتبهوا لها، يعني من لا يخاف لا يطمئن،
الناس يظن أن الذي لا يخاف هو الذي يطمئن. لا، من لا يخاف لا يطمئن. تريدون مثال لإنسان لا يخاف وهو غير مطمئن؟ إنسان عنده قوة وجبروت وقدرة أن يبطش والأمور بيده كلها، وهو مع ذلك بيت الليل خائف، هاي خططوا ضدي، يمكن يعملون كذا، يمكن هذا. لماذا هو غير مطمئن؟ الأسباب كلها بيده. قال لأنه ما خاف. لو خاف حقيقة الخوف كما ينبغي ووجه الخوف إلى الله سبحانه وتعالى لأنزل الله عليه السكينة والطمأنينة. لكن المشكلة ليست في أن الخوف يوجد أو لا يوجد، المشكلة أين يتوجه الخوف؟ عندما يحصل الخوف من مخاطر، من مشاكل، من أمور لا يريدها الإنسان، من أمور يخشاها الإنسان، إن وجه خوفه إلى الله سبحانه وتعالى أنزل الله على قلبه الطمأنينة، أصبح التوجه بالخوف إلى الله منفذاً. هذا المنفذ للخوف يتجه به الخوف بقوة إلى الله، فإذا اتجه إلى الله بقوة خوفه أنزل الله عليه الطمأنينة وأمده بقوة من عنده سبحانه عز وجل. لكن اسمع، عندما تأتي إلى مجرى الماء الذي فيه هنا فتحة وهنا فتحة وهنا فتحة وهنا فتحة ويبدأ الماء ينساب، ما الذي يحصل؟ يتوزع الماء في الفتحات قبل أن يصل إلى المصب أو المنطلق، فيصل وهو ضعيف، هنا شيء من قوة الماء ذهب وهنا شيء من قوة الماء ذهب. والذي يعيش وهو يوزع خوفه على الأسباب الدنيوية، خائف المرتب ينقطع، خائف أن يسفر من البلد، خائف أن يسجن، خائف أن يغلبه عدوه، خائف أن الشركة الفلانية تأخذ الصفقة عليه، خائف أن الجماعة الذين حوله أو يخونونه، خائف خائف خائف. الخوف توزع في مجاري الماء، فإذا وصل الخوف إلى المكان الذي ينبغي أن ينطلق به ليوجهه إلى الله وصلها ضعيف. فإذا توجه بخوفه إلى الله كان توجهه إلى الله ضعيفا، وإذا توجه إلى الله توجها ضعيفا، أي توجها غير صادق، غير حاضر القلب. ما معنى غير صادق غير حاضر القلب؟ غير واثق بالله. دعوت احنا ندعو يا رجل، ادعو الله. نعم دعونا، لكن يا أخي دعينا، لكن طيب طيب إن شاء الله ندعو الله، لكن تأتي لكن بعد دعونا الله، لكن بعد أن توجهنا إلى الله. ما سببها؟ القلب مشغول بهذا الخوف وهذا الخوف وهذا الخوف وهذا الخوف، لكن اغلق هنا وهنا وهنا. طيب ما أخاف؟ خاف، لكن قوة الخوف التي في قلبك وجهها إلى الله. فإذا توجهت إلى الله بثقة، يا رب يعني هربت إليك من كل المخاوف التي تحيط بي وحطتها على بابك، أمني يا رب، يرى من الله سبحانه وتعالى عجائب من تدبيره، يرى فيها ما يزيد قلبه ثقة بالله سبحانه وتعالى وطمأنينة إلى ما عند الله عز وجل. لهذا يأتي سؤال، هل الإيمان شرط للطمأنينة؟ هل الإيمان شرط للطمأنينة؟ ممكن إنسان غير مؤمن ويعيش مطمئنا في الحياة؟ ممكن؟ نقول إذا أخذنا مفهوم الطمأنينة أو فهم الطمأنينة على أنه السكون المؤقت الذي في النفس، هذا ساكن لأن عنده مال فما عنده خوف من الفقر، هذا ساكن لأنه في بلد الحمد لله آمنة فما عنده خوف من السارق أو اللصوص، والآخر ساكن في بلد يعني فيها مستوى من الدراسة مرتفع عالي والجامعات متوفرة فيها وميسرة للطلاب، فهو غير خائف على مستقبل ولده في الدراسة، هذا ساكن في ما هي مصادر الطمأنينة هنا؟ ما هو سبب الطمأنينة؟ الأسباب الدنيوية المعيشية. أحسنت، أسباب المعيشة التي حواليه هي التي أعطته الطمأنينة. من أين اكتسب الطمأنينة؟ من الأسباب المحيطة به. الذي يعيش الطمأنينة من الأسباب المحيطة به سرعان ما يفقد الطمأنينة إذا اختلت الأسباب. المسألة حتى كما يقولون بالعقل، إن اعتمد في بقاء هذه المسبحة في الهواء على اليد التي تحملها، يا مسبحة ما الذي يبقيك في الهواء؟ اليد. بمجرد أن تتركها اليد ما الذي يحصل؟ تسقط. والذي يجعل طمأنينته في حياته مبنية فقط على توفر الأسباب التي تحيط به، ولا يعيش في أيام توفر الأسباب، معنى الطمأنينة إلى الله بالله سبحانه وتعالى، لم يعيش طمأنينته بالله، وإنما جعل طمأنينته بالدنيا واطمأنوا بها، أي بالدنيا. من عاش هذا المعنى بمجرد أن تتغير عليه الدنيا سقطت طمأنينته وذهبت أدراج الرياح. طيب ممكن يكون في طمأنينة لغير المؤمن؟ صورة طمأنينة مؤقتة ممكن يكون، لكن أدنى سبب تنهار كل أنواع الطمأنينة التي يعيشها الإنسان بانهيار سبب من أسباب الطمأنينة ويتحول إلى الخوف وإلى الجزع. لكن الذي يجعل أخذه الأسباب قائما، لكن هنا تأتي لكن، ها مش أيوة دعينا لكن أخذنا بالأسباب، لكن هنا موضع لكن الصحيح، أخذ بالأسباب لكن هو مطمئن إلى أنه متوجه الله، يا رب
ارزقني النجح يا رب، أنا معتمد عليك، أنا أثق بك يا رب أنك أكرمتني بلا إله إلا الله بالإسلام، أكرمتني بالتوحيد، أكرمتني بالاستقامة على الطاعة، أكرمتني بعد أن عصيتك بأن رزقتني التوبة والرجوع إليك يا رب العالمين. إكرامك هذا لي وطن في قلبي أني مطمئن واثق بك، توكلت عليك يا ربي وفوضت أمري إليك. الذي تكون طمأنينته مأخوذة من ذلك تأتي الأسباب، تأتي تعالي، جاءت الأسباب لم تنزع طمأنينته، ذهبت الأسباب أيضا لم تذهب بطمأنينته. اسمع، خذ معنى أدق، وهم الطمأنينة الذي يحصل بتوفر الأسباب هو نوع من انتزاع الطمأنينة. فلان، ما أنت ما تخاف من الفقر؟ قال لا تمام. ليش؟ أنا عندي 300 مليون مرتاح إن شاء الله، الحمد لله الله منعم عليه. زين، الله منعم عليك، ما عندك خوف أنه بكرة بعد بكرة تفتقر؟ قال لا 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 تمام، كل الأمور تمام. ليش كل الأمور تمام؟ لأن عندي مال. لماذا كل الأمور تماما وأنت مطمئن إليها؟ لأن الله عز وجل أكرمني. هل تجدون فرق بين العبارتين؟ قد تأتي هكذا، أنا الله أكرمنا بالمال. لا، هل أنت تعيش الله أكرمنا ولا تعيش بالمال؟ تعيش الله رزقني ولا تعيش المبلغ اللي رزقك الله إياه؟ هل ظهر الفرق؟ الذي يعيش يركن إلى المال أصلا طمأنينته من أصلها كانت خارجة عن الصواب، هو لم يكن مطمئنا، هو كان يعيش مع المال. لهذا حتى قبل فقد المال لو رأى الخطر هناك بعيد ما الذي يحصل؟ يعني تنهار طمأنينته وتسقط. وهذا الذي استعاذ منه النبي عندما استعاذ من الفقر، اللهم إني أعوذ بك من الفقر. قال العلماء استعاذ من الفقر، استعاذ من خوف الفقر. لماذا لم يكن الاستعاذة من ذات الفقر، من فقد المال؟ قال أنه لقي الله وليس لديه مالا صلى الله عليه وسلم. قالت السيدة عائشة ما شبعت من خبز الشعير مرة وأردت أن أبكي إلا بكيت. لماذا يا أم المؤمنين؟ قالت لأن رسول الله فارقنا وهو لم يشبع من خبز الشعير يومين متتاليين. لو كان المقصود من قولي أعوذ بك من الفقر أي قلة المال، فقد المال، طيب إذا استعذت بالله من الفقر أعاذك، أعطاك المال، عرض عليك أن يكون لك جبل أحد ذهبا من غير أن ينقص ذلك مما لك عند الله شيئا، فرفضت. قال لا لا، يوما أطعم فيه فأحمد الله ويوما أجوع فيه فأتذكر الفقراء والمساكين. إذن كان فقره اختياريا صلى الله عليه وسلم، فهو استعاذ من خوف الفقر. تعرفون خوف الفقر؟ عندما يكون الإنسان عنده المبالغ الطائلة ثم يأتي بأدنى سبب الخوف، يا الله بكرة يمكن تتغير الأسعار، يحصل كذا، يمكن يخسر، طيب مستقبلي، طيب بكرة بعد بكرة، هذا خوف الفقر، يحصل للغني ويحصل للفقير إذا فقد حقيقة الطمأنينة. إذن بدون إيمان لا طمأنينة، هي صورة طمأنينة تنهار عند أول حدث، لكن بوجود الإيمان، في حال وجود الإيمان هل تتزعزع الطمأنينة عند حصول الاختبارات والبلاءات؟ رأيتم قصة بنان الحمال؟ تريدون قصة أخرى؟ في النفس في شيء يصيب الإنسان. سيدنا عروة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما دعاه الخليفة إلى بيته إلى الشام ليزوره وذهب، كان معه ابنه أحد أبنائه، نزل ابنه إلى الإسطبل ليرى الخيول، خيول الحاكم، خيول الخليفة، فرفسه أحد هذه الخيول فمات الطفل من ساعته، وظهرت الأكلة شيء يشبه الغرغرينة، تسوس في رجل هذا الإمام من التابعين، ظهرت الأكلة في رجله، وجاء له الخليفة بالطبيب، فلما رآه الطبيب قال إن لم نقطع رجلك إلى فخذك قد تصل يصل الداء إلى جسدك كله فتموت، فوجب أن نقطعها. قال دونكم، قالوا نسقيك خمرا حتى تفقد الإحساس فلا تتألم. قال معاذ الله أن أتطبب بما حرم الله بما يغضب الله. قال لدينا نعطيك حشيشة تخدر، يعني مادة نباتية مخدرة. قال لا لا، إنما أحتسب عند الله تعالى الأجر. قال فماذا نصنع؟ لابد أن نقطعها. فكر، قال إذا جلست لذكر الله تعالى فدونكم تعالى. جاء الطبيب وقطع في اللحم، ها؟ قطع في اللحم ثم وصل إلى العظم فجاء بالمنشار ونشر العظم، والرجل لم يتحرك مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى، حتى قطع الرجل وجاء بالزيت المغلي وصبه أو غمس الرجل فيها الجهة التي قطع منها ليقف النزيف، فأغمي على الرجل مما حصل له. ثم لما أفاق قال إلي برجلي، فجاءوا له برجله التي قطعت، فنظر إليه وقال اللهم إنك قد أعطيتني ولدين
قد أخذت أحدهما وأبقيت لي الآخر، فلك الحمد على ما أخذت ولك الحمد على ما أبقيت. وقد أعطيتني رجلين، أخذت واحدة وأبقيت لي الأخرى، فلك الحمد على ما أخذت ولك الحمد على ما أعطيت. اللهم إني أشهدك أني لم أسر، لم أمشي على هذه الرجل إلى معصية قط. ودفنوا رجله. ثبات هذا الذي حصل، أجارنا الله وإياكم من البلاء، لكن الثبات الذي حصل هذا الذي يهتز له الإنسان من أين جاء؟ هو ثمرة من ثمار الطمأنينة. حاجة الأمة اليوم إلى الطمأنينة، مفتاح الوصول إليها في ثلاثة أشياء. الأول طلب الارتقاء في الإيمان. إيماننا يزيد أو ينقص في اليوم والليلة، أيكم زادته إيمانا؟ نعم. عندما نسمع آية من كتاب الله، عندما نقرأ شيئا من كلام الله ونحن في شهر القرآن، هل عندما تنتهي من قراءة الجزء يشعر أحدنا بأن الإيمان ارتفع في قلبي؟ عندما تمر معصية أمامك أو أمامك لنظر أو تعامل فتجتهد وتمسك عن المعصية، هل تشعر بمعنى إيمان يزداد في قلبك؟ ما معنى هل تشعر؟ هل تتذكر أصلا؟ هل تلتفت إلى المعنى في قلبك الذي يكرمك الله تعالى به في معاملتك لله؟ الازدياد من الإيمان، الازدياد من الإيمان في الطاعات وترك المعاصي. الأمر الثاني الذكر لله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نتكلم عن الذكر فلن يتسع الوقت، لكن أحوال الأمة مع الذكر اليوم مبكية. الأمة بحاجة اليوم إلى أن ترجع للذكر. عندما أمرنا الله بالجهاد في آيات الجهاد ربطها بالذكر، عندما أمرنا بالحج في آيات الحج ربطها بالذكر، عندما أمرنا بالتجارة ربطها بالذكر، أذن لنا بالتجارة ربطها بالذكر. لم يدع الحق سبحانه وتعالى مجالا من مجالات الحياة نسير إليها أو فيها إلا والذكر ممتزج بها. فما أحوالنا مع الذكر اليوم؟ كان الصحابة يسمعون من الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة أكثر من 70 مرة، هذا الذي يسمعونه يعني بصوت مرتفع يسمعه الصحابة في مجالسه، وهو يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وبعضهم عدها في مجلس واحد، يكلم الناس، يعظ الناس، يعلم الناس، يجيب عن أسئلة الناس، وخلال الحديث رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. 70 مرة يسمعونها منه. هل نخرج من هذا بشيء عملي؟ ننتظم في كل ليلة على الأقل 70 مرة، يأتي كل واحد منكم ب70 مرة في اليوم والليلة من رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. من لديه قلم ودع نراه يكتب حتى لا ينسى، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 70 مرة في اليوم والليلة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم من قال 100 مرة في كل يوم وليلة سبحان الله وبحمده غفر الله ذنوبه ولو كانت كمثل زبد البحر، مثل رمل البحر أو رغوة البحر، على لو كانت ذنوب على هذا العدد، لو واظبت كل يوم على 100 مرة سبحان الله وبحمده سيغفر الله تعالى هذه الذنوب، سيغفر هذا الذنوب، ستكون الثمرة في داخلك أنت أن تنال هذه الطمأنينة. وردك من القرآن في رمضان وفي خارج رمضان، خيرا من الأذكار التي نذكر بها وردك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000. هذه 4 أذكار نريد أن نخرج بها من هذا المجلس، من هذه المحاضرة. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 70 مرة، 100 مرة سبحان الله وبحمده وردا من القرآن الجزء أو نصف الجزء أو الجزئين ما نتركها، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو 100 مرة في اليوم والليلة. ثم هناك أذكار بسيطة تحتاج إليها في أوقاتك، القيام من النوم، دخول المنزل، دخول إلى بيت الخلاء، الخروج منه، دخول المسجد، دخول إلى السوق. تعرف أنك عندما تدخل السوق، خرجت من هنا إلى السوق لتشتري، لو دخلت السوق وقلت بصوت يسمعه من حواليك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، أسمعت نفسك والذين حواليك يحيطون بك، تعرف ما الثمرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كتبت له 1000 1000 حسنة يعني مليون، وغفرت له 1000 1000 سيئة محيت عنه، ورفعت له 1000 1000 درجة عند الله عز وجل. هذه معارج سلالم إلى حصول الطمأنينة. خذوا بها إخواني وعلموها من حواليكم، وسترون أن للمواظبة مع حضور القلب مع الله الأثر الكبير. الإيمان
والذكر لله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث التفكر، ألا نجعل الأمور تمر علينا. أكثر الناس قلقا واضطرابا وجزعا هم أقل الناس تفكرا. نحن تعودنا سرعة دوران الأحداث ما عاد نتفكر فيها، خلاص أيوة حصل، هيجونا هجنة، ابتعدت الكاميرا آلة التصوير عن موضع الحدث، نسينا الحدث وهدأنا. لا، المؤمن لا يعيش منفعلا، يعيش متفاعلا لكن لا يعيش منفعلا. جاءت الأشياء التي تستفز تأثرت، لكن انظر وتأمل وتفكر، ما عاقبة هذا الأمر؟ ما سبب هذه المشكلة التي حصلت؟ ما علاجها؟ ما عاقبة التصرف الذي ينبغي أن ينبني عليه ردة فعلنا؟ التفكر في أحوالنا. العمر الذي يمضي، بلغت الأربعين، بلغتي الأربعين، هل تراجعت حياتك وما تمر عليك بها أيامك؟ بلغت سن الرشد، 13 سنة، 14 سنة، 15 سنة، 10 سنوات للبنات أو 11 سنة. نعلم بناتنا وأبنائنا، تفكروا الأيام التي تمرت عليكم كانت مرحلة في الحياة، انتقلتم الآن إلى مرحلة أخرى. لا تمر علينا الأشياء بدون تفكر. كان بعض السلف الصالح إذا بلغ الولد الغلام أو بلغت البنت الفتاة يجمع أقاربه، أقارب الفتاة، الأم تجمع الأقارب قريبات وتقول بنتي الآن بلغت الرشد، وأشهدكم أمامها وأشهد الله سبحانه وتعالى أني قد علمتها دينها، وأني قد بصرتها أن هذا حرام وأن هذا واجب وأن هذا مستحب وأن هذا مكروه وأن هذا مباح. الآن أشهد الله أني قد بلغتها ذلك، تشهدون؟ نشهد. يا ابنتي الآن مسؤوليتك انتقلت من عنقي إلى عنقك أنت. يصير مفهوم الحرية لما تشعر البنت ويشعر الولد أنه خلاص كبرنا، ليش يحجرون علينا؟ أعطيناكم الحرية، لكن انتبهوا، الحرية هذه مربوطة بعبودية لله سبحانه وتعالى. هذا نوع من التفكر نربي أبناءنا عليه، أن يفهموا الأمور كيف تدور، مراحل الحياة كيف تمر علينا، ما الذي يحصل. دخل أحد الناس من المفخمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المجلس، كان رجلا فيه شيء من الفخامة في هيئته في لبسه، فأخذ الأبصار. الصحابة جالسون، لما رأوا دخل التفتوا هكذا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل رجل مسكين من المساكين المستضعفين الذي لا يؤبه لهم في المجتمع، فلم يلتفت إليه أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فيما معناه، أيهما أعلى قدرا، هذا أم ذاك؟ قال رسول الله ذاك، حري به إذا خطب أن يزوج، وإذا شفع أن يشفع، وإذا طلب أن يعطى، هذا لا يلتفت إليه أحد. فتبسم صلى الله عليه وسلم. المسكين كان من الصالحين، والمفخم ذاك لم يكن من الصالحين. المقياس الصلاح، لسنا ضد المفخم ولا ضد المسكين، ولا مع المفخم ولا مع المسكين. القضية كيف الفكر ينبني عليه نظرنا للأشياء. التفت النبي للصحابة قال إن هذا، يعني المسكين الذي دخل، المسكين الصالح خير من ملء الأرض من مثل ذاك. كيف؟ قال صححوا تفكيركم. ما معنى هذا الأمر؟ معنى تفكر، نظر. فيعيش الإنسان في يومه وليلته حالا من التفكر. الذي يتعود التفكر عندما تأتي الإشكالات التي تنزع الطمأنينة من النفوس لا يتجاوب معها لمجرد أنها جاءت. لماذا؟ لأنه تعود أن لا ينظر إلى الأشياء بالنظرة السطحية لأول مرة فينفعل، تعود أن ينظر إلى الأشياء فيدقق فيها ثم يتخذ رأيه، قراره، انطباعه. فلما تأتي المشاكل لن تزعجه المشاكل، سيفكر ما الذي وراء المشاكل، لأنه تعود أن يفكر. فهذه ثلاثة أشياء. نختم المحاضرة بعلامات للطمأنينة تصلح أن تكون ورداً نحن بحاجة إليه. هذا الورد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تعالى به. يستنبط من هذا الورد ثلاث علامات لحصول الطمأنينة. نحن الآن مر معنا بالدرس ما معنى الطمأنينة، ما معنى الأمة، حاجة الأمة، العالم اليوم إلى الطمأنينة. مر معنا كيف نحصل الطمأنينة، مر معنا الترقي في مراتب الطمأنينة، كيف نصل إليها، كيف نبدأ نخط الطريق نحو الطمأنينة. طيب ما علامة أن الطمأنينة بدأت تحصل؟ خلاص خرجت من الدرس، لك ورد من الذكر واضبت عليه مع الصلاة في جماعة، خرجت من المجلس من المحاضرة وعندك التفات إلى معنى التفكر في الأمور وعدم التعجل قبل النظر والفكر، خرجت وأنت تسعى إلى تقوية إيمانك، أذنبت، استغفرت الله وتبت، أطعت الله عز وجل، طلبت الزيادة من الطاعة ولم تغتر، ما علامة أن هذا السعي الذي بدأت تجتهد فيه بالفعل بدأ يثمر طمأنينة في قلبك؟ ثلاث علامات للطمأنينة. ثلاث العلامات ذكرها النبي في دعاء يطلب به الطمأنينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة، اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة. انظر إلى العلامات. قال تؤمن بلقائك وترضى بقضائك
وتدمع بعطائك، تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتدمع بعطائك. تؤمن بلقائك يا تنتظر اليوم الآخر، فكل أعمال هذه النفس، كل تصرفاتها، كل كلامها، كل أخذها وعطائها مرتبط أن هذا استعداد لمن؟ لمقابلة الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، هي تعرف أنها بالذرة ستحاسب. فكل ما تعمل شيء أنا مؤمن أني سألقى الله عز وجل، طيب حصلت لي مشكلة الفلانية إن شاء الله أحتسبها عند الله، جاء شيء مفرح سعيد أفرح بالله سبحانه وتعالى، لا قدر الله جاءت مصيبة أو شيء محزن أنا مطمئن أن الله سيؤجرني، حتى الشوكة يشاكها المؤمن يثاب عليها عند الله عز وجل إذا حمد الله على ذلك. إذن هو يعيش معنى الإيمان بلقاء الله، غدا بعد غد يتذكر الموت، الموت الذي كثير من الناس اليوم يقول لا تجيب بطارية، لا تتكلموا لنا عن الموت، شيخ أنت طيب ومبتسم ومبتهج ولطيف مع الناس ومعتدل، الله يخليك بعدنا عن ذكر الموت، بس نعرف بنموت بس يا أخي خلي الناس تعيش. لا، ذكر الموت سيجعلك تعيش كما ينبغي. النبي يقول أكثر من ذكر هذه من اللذات، تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. إذا أمنت أني سألقى الله وأنه لا يحصل شيء في الوجود إلا بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، سأسعى إلى حل الإشكالات، لكني مطمئن النتيجة التي في النهاية الله أرادها، وإذا جاءت النتيجة كما أريد لك الحمد شكرا، وإذا جاءت النتيجة على غير ما أريد أيضا لك الحمد شكرا، لأني أعلم أنك لن تقدر علي إلا الخير، سأخذ بالجهد وأبذله لكن قلبي مطمئن النتيجة هذه إليك وليست إلي يا رب. ترضى بقضائك. والأخيرة هنا المشكلة عند أكثر الناس اليوم، الكثير سيوافق معنا، حاضر آمنا باللقاء رضينا بالقضاء، لكن ثالثة وتقنع بعطائك. تأمل اليوم مشاكل العالم، تريد مشاكل البيت فيها مشكلة ضعف وتقنع بعطائك، هل المرأة في صياح مع الرجل اشتري يجيب ما جبت ما دخلت تقنع بعطائك، ها والرجل أوف دبسنا فيها الحرمة هذه، كان زوجت واحدة ثانية وشفت في السوق واحدة أجمل، ما غض البصر ما رضي بأمر الله، ما قنع بعطاء الله سبحانه وتعالى. مشكلة البيت لها علاقة بتقنع بعطائك، الأولاد لها علاقة بتقنع بعطائك، المشكلة بين الجيران هذا حسدت هذا وهذا غضب لأن ذاك فعل كذا أو بنى كذا، ذاك لم يقنع بعطاء الله عز وجل. المشكلة في السوق يا تجار، ها ما مشكلة السوق؟ لا يوجد تقنع بعطائك، اطلب لا بأس، تاجر إذا أردت أن تحصل المزيد من المال أباح الله لك، لكن إذا عشت تقنع بعطائك، إذا بذلت الأسباب لتأخذ صفقة أكبر وما تيسرت لك أنت قانع، الله ما أعطاني إياها فيها خير، الله بيعوضني إن شاء الله، الله يعوضني، لأنه يقنع بعطائه، لم يقنع بعطائه سيحارب على المسألة، سيغش، سيرشي، سيتعامل بالرشوة، سيرابي، سيكيد للآخرين، سيكذب عليهم، سيتهمهم، فقد الطمأنينة، لأنه لم يقنع بعطاء الله سبحانه وتعالى. تريدونها على مستوى الدول؟ الحكومات؟ المشاكل اليوم، دولة ضربت دولة ليش؟ تريد تأخذ من حدودها، جانبها هذه فيها بترول فتريد تعتدي عليها لتأخذ الأرض، ما قنعت بعطائه سبحانه وتعالى، يريد يوسع نفوذه هناك ما قنع بعطاء الله سبحانه وتعالى، وتقنع بعطائك ما عاشوها. فإذا عاش المؤمن تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك، ارتقى المؤمن إلى سلم الطمأنينة الذي إذا عاشه ارتقى في كل يوم وليلة في مراتب الطمأنينة. والحديث عن الطمأنينة لا ينقضي ولا ينتهي، ولكن الوقت لا يسعف بأكثر من ذلك، فقط نذكر سنخرج وعندنا شيء نعمله لنطلب الطمأنينة، سنخرج نحن نبحث عن الطمأنينة في تصرفاتنا وأعمالنا، سنخرج من هذه المحاضرة ونراجع أنفسنا، نتعلم المراجعة للنفس. بعد مضي أسبوع من المحاضرة، عندنا الأسبوع القادم محاضرة أخرى، وأثناء الأسبوع علماء سيحاضرون، انتهى الأسبوع تعلمنا أشياء، هل زادت الطمأنينة عندنا أو ما زادت عندنا؟ كنت تقف أولا أمام الإشارة، لو تأخرت الإشارة قليل بدأت تحرك السيارة أنا مستعجل، صفرت عند الآخرين بدأت تمشي ربما تصدم، لماذا ما عندك طمأنينة؟ ما اطمأننت في سيرك في مشي. الله علمك بحث عن الطمأنينة حتى وأنت تتوجه إليه، قال تذهب إلى الصلاة مع كونك حريص على أن تدرك الركعة الأولى لا يستحب لك أن تجري، لماذا؟ السكينة السكينة، حافظ على الطمأنينة، أنت ستدخل إلى حضرة الله سبحانه وتعالى. فنخرج من هذا المجلس ونحن نبحث عن شيء ننهاله نرتقي فيه، وهو حصول الطمأنينة في القلوب، وننشر هذا المعنى في من حوالينا من الأهل والأقارب والأصحاب والجيران، نحيي البحث عن الطمأنينة في دواخلنا من مصدرها،
من بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا عاشت الأمة هذه الطمأنينة بدأنا، إذا عاشت أمة الإجابة أي المسلمون هذه الطمأنينة، بدأنا نعامل الناس نحن بالطمأنينة، فينظر غير المسلم إلى المسلم فيرى فيه هذه الطمأنينة فيشعر أنه محتاج إلى ما عند المسلم، ونبدأ نخاطب العالم بقية الأمة أمة الدعوة بنور الطمأنينة الذي لو استطعنا بصدق أن نرتقي إلى أن نخاطبهم بلغة الطمأنينة وهي أقوى من لغة اللسان، سيبدأ العالم الكثير حتى ممن يعادينا في العالم اليوم سيبدأ يشعر أنه محتاج إلى الذي عندنا، محتاج أن يرتقي ويتلقى منا أنوار الطمأنينة. ستتغير الأحوال، فيا محول الأحوال ويا مبدل الأحوال ويا مقلب الأحوال حول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم إنا نسألك الطمأنينة، اللهم إنا نسألك الطمأنينة، اللهم إنا نسألك الطمأنينة، اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة بك تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تب علينا توبة نصوحة، طهرنا بها جسما وقلبا وروحا. اللهم إن لك عبادا أنت الذي اصطفيتهم وأنت الذي قربتهم وأنت الذي اخترتهم، أحييت في قلوبهم من أنوار الثقة بك والتوكل عليك والالتزام بأمرك والثبات على أخلاق نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، ما تهيأوا به للارتقاء في مراتب الطمأنينة، فعاشوا عيشة هنيئة مريئة، وانتقلوا إلى الدهار الآخرة ولقيتهم وأنت عنهم راضي. اللهم إنا نسألك وإن لم نكن مثلهم، ونرجوك وإن كانت ذنوبنا كثيرة، ونطلبك وإن كانت تقصيراتنا عظيمة، أن تنظر إلينا في ساعتنا هذه نظرة من عندك، تصلح بها من قلوبنا ما فسد، وتطهر بها ظاهر الباطن الروح وظاهر الجسد، ولا تكلنا بعدها إلى أحد سواك يا فرد يا صمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تب علينا توبة نصوحة، طهرنا بها جسما وقلبا وروحا. اللهم كلنا وليا وبنا حفيئا. اللهم رقنا في مراتب اليقين، واجعلنا من خواص أهل علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وأكرمنا بما أكرمت به من أهل الطمأنينة من عبادك الصالحين. اللهم أكرمنا بما أكرمت به الصادقين، ورقنا في مراتب الصادقين. اللهم إنا نسألك نظرة إلينا تكرمنا بها بثبات على العهد ووفاء للوعد لا يخلف بعدها أبدا. اللهم عجل للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك يا أكرم الأكرمين، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقائقها متحققين حسا ومعنا، ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاتحة.